ربنا هيفرجها بالنبي زي ما فرجها اولا بالنبي، هيفرجها في كل لحظه بالنبي. في اشد من قربة يوم القيامه ما هيفرجها بالنبي، يبقى مش هيفرج بالنبي قربة مصر. ايه قربة مصر دي؟ ولا حاجه. كاسه ان شاء الله سهل. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكام العطائية للشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانتواء هذه الدار، وأول ما يعتن به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك أنت طالبه منك، والوارد أنت طالبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. الكلام ده احنا كاتبينه في اول في اخر كتاب الاوراق بتاع الطريق، واخد بالك؟ لانها حكمه مهمه. ايه هو الورد؟ الورد اللي هي الاعمال الصالحه، ده الورد. اي عمل صالح عند العباد اسمه ايه؟ الورد. وردك مع اذان الظهر ايه؟ تصلي السنه القبليه وتصلي الظهر والسنه البعديه وتختم الصلاه، هو ده الورد، ورد الوقت. وردك في رمضان ايه؟ تصوم رمضان بالنهار وتصلي التراويح بالليل، واثناء اليوم ما تغتابش احد، وتحافظ على وتفطر على الحلال. يبقى الورد هو العمل الصالح المتعلق بكل وقت، كل وقت له عباده. كويس؟ لا يستحقر الورد الا جهول. يبقى لا يستحقر الاعمال الصالحه الا جهول. جهول يعني ايه؟ يعني الجهل متفشي فيه، مش جاهل، ده صيغه مبالغه. يعني جهول يعني ما فيهوش من العلم شيء ولا من الحكمه شيء، ما قالش جاهل. جاهل قد يكون الجاهل يعلم اشياء ويجهل اشياء، اسمه جاهل، انما جهول ما يعرفش حاجه خالص. جهول ده يعني ايه؟ يعني خلاص ده مش عارف مصلحته فين مطلقا. لا يستحقر الورد الا جهول. كل ورد ليه وارد. وارد يعني ايه؟ يعني مدد من الله ليعينك عليه، ومدد من الله ليقبله منك، ومدد من الله لتستمر عليه، ومدد من الله ليثيبك عليه، ومدد من الله ليفهمك أسراره، ومدد من الله ليرقيك به. كل دي اسمها الوارد. يبقى الوارد لا ورد إلا بوارد. تعرفش يجي، لان اصلا لا حول ولا قوه الا بالله. فلما ربنا يقويك لا يقويك على شيء الا بمدد منه. يبقى لابد ان يرد وارد علشان يظهر الورد. فهمتني بقى ازاي؟ طيب ربنا طالب منك الوارد ولا طالب منك الورد؟ ده الوارد ده في ايد ربنا، مش هيسالك عليه، لكن طالب منك الورد. فاللي طالبه منك ازاي تستحقره؟ وربنا بيقول: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يبقى ده جهول بقى، الذي لا يعظم شعائر الله والذي لا يعظم طاعات الله يبقى جهول. مش يقول بس لما ربنا يسهل لي ان شاء الله هبقى اصلي، ده مستني الوارد، فانشغل بالوارد عن الورد. تسمع القصص دي تضحك عليه، تقول ايه ده الدبانية ده؟ ده غبي قوي. تيجي تقول له: ليه ما يا ابني ما بتصومش رمضان؟ ما هو لو ربنا أرادني أصوم يا سيدي هيقويني، لما يقويني أبقى أصوم. ده مستني الوارد. طب ما هو الوارد ربنا مش طالبه منك، ده ربنا طالب منك الورد. فإذا وجد منك الورد جالك الوارد مطابقا له. فهمت بقى ازاي؟ يقوم يخلق لك الوارد مقارن ليه مع النية. وعلشان كده لا يستحقر الورد إلا جهول. والإمام
الغزالي يقول لك ايه، من ليس له ورد فهو قرد. قايلها في الإحياء، من ليس له ورد يبقى قرد. اصل القرد تلاقيه طول النهار قاعد يتنطط من شجره لشجره بلا ضابط كده، مضيع عمره. يبقى اللي مالوش ورد ده مضيع عمره، ده قرد، ده قاعد يتنطط من مكان لمكان كده وخلاص. فهمت؟ زي من ليس له ورد فهو قرد، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كده برضو عشان كده بيقول لا يستحقر الورد الا جهول. الوارد يوجد في الدار الاخره. فضل الله ده هيجي لك في الدار الاخره بقى، هيجيبك على عملك ويشوفه في الدار الاخره. مش يقول اصل انا يا اخي تركت ليه الورد بتاعك، يقول لك اصل انا قعدت يا اخي اواظب على الورد بتاعي 10 سنين، لا شفت النبي في رؤيه ولا جرالي حاجه، وكل يوم احوالي بتبقى اسوء من اللي قبلها. يبقى انت بقى بتعبد ربك علشان احوالك تتحسن وعشان تشوف النبي في رؤيه، ده انت عبد الاحوال، ده انت مش عبد الله بقى، ده انت عبد المدد مش عبد الممد، ده انت عبد النعمة مش عبد المنعم، ده انت غلبان خالص. عشان كده ربنا منع عنه لما لانه هو عايز ياخد الفضائل ويشعر بها والانوار تنفجر في قلبه بسبب الطاعة، فلما لم تنفجر تركها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين له خصيصة نفسه، فايه؟ فسحب الوارد اللي هو الاستمرار، القدرة على الاستمرار اللي هي علامة الصدق، علامة الصدق الاستمرار، وعلامة الإخلاص ألا يبغي إلا وجه الله. لأن المخلص قد لا يكون صادقا، المخلص ممكن يعمل عبادة خالصة لله لكن ما يستمرش عليه، يبقى ده مخلص بس مش صادق. لكن المخلص الصادق اللي يعمل لوجه الله ويستمر على ذلك لأن يلقى الله عز وجل. واضح؟ يبقى هنا الوارد يوجد في الدار الآخرة، انت هتشوفه يقينا بقى في الدار الآخرة حيث يثيب الله عباده سبحانه وتعالى. الورد اللي هو العبادة ينطوي بانطواء هذه الدار، يخلص بخلاصة عمرك، عمرك محدود، لو مت ما بقاش فيه ورد خلاص. لكن الوارد هيقابلك في المستقبل، تخافش تقوم انت تنتظر اللي هيجي في المستقبل وتضيع اللي هيفوت منك ما تدركوش. يبقى لازم تهتم بالورد اللي هو الاعمال الصالحه ليه؟ لانه بينطوي بانطواء هذه الدار، هينتهي بنهايه عمرك. حياتنا الحق. الورد ينطوي بانطواء هذه الدار، واولى ما يعتنى به بقى العاقل ما لا يخلف وجوده، ما لا يخلف وجوده لا يستطيع ان يعوضه. حاجه مش هتتعوض وحاجه تانية تتعوض، هنشغل بايه؟ باللي مش هيتعوض. يبقى نشغل بالطاعات وبعد كده ربنا يحلها بقى في المستقبل، سيبها على الله. الورد هو طالبه منك، والوارد انت طالبه منه، انت هتطلب على قدرك، وانت قدرك جاهل خسيس لئيم عاجز ما تعرفش حاجه، دي الحقيقه مش كده برضه. لكن هو حكيم لطيف رحيم ودود جميل سبحانه وتعالى رحمن. لما ربنا يطلب منك حاجه بيطلبها على قدره، وانت ما بتطلب حاجه من الله بتطلبها على قدرك، فكيف تنشغل مما طلبه عما طلبه منك مما تطلبه أنت منه؟ أنت ممكن تكون بتطلب اللي يضرك. أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ مش كده برضو؟ مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، فخليك مع الكريم واترك اللئيم. وابن آدم لئيم، أنت ابن آدم؟ تبقى لئيم. مش كده بقى؟ مين فينا مش ابن آدم؟ ابن آدم لئيم. يعني إيه لئيم؟ يعني يعمل الحاجة وعينه على حاجة تانية، تملي كده، يعمل الحاجة منتظر مقابل، منتظر وراها إيه يا لئيم؟ فهمت بقى؟ لا، خليها بقى مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. ما تعاملنيش بلؤم يا رب، عاملني أنت بكرمك، فهمت؟ وعشان كده الورد هو طالبه منك، والوارد أنت طالبه منه. وأين
ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. انت مطلبك على قدك وطلبه هو على قدره، فتهتم بما يعظمه الله ولا تهتم بما تشتهيه انت. فهمت بقى؟ علشان كده لازم تواظب على الاعمال الصالحه، فرائض وواجبات ومستحبات ومباحات، وتتجنب الاعمال الطالحات اللي هي المكروهات والمحرمات بنوعيها، كبائر وصغائر. فهم؟ لان هو ده اللي طلبه منك، فالحق بقى اللي طلبه منك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمدنا بملك كريم، وان يعنا على طاعته ما حيينا، وان يديمنا ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وجزاكم الله خيرا.